اوكي. زي ما انا كنت قايل في الفيديو اللي انا عملته، ان انا ضفت على الانترفيس بتاعنا the ability او الامكانيه ان انا اعمل اد، ولما هدوس على اد اللي انا عايز اعمله انا عايز اخد الحاجات الموجوده على التكست بوكسز النيم والاي دي والجي بي اي وادخلهم جوه الداتابيس. زي ما كنا اتفقنا مع بعض قبل كده ان الداتابيس بتعمل معها بلانجوج اسمها SQL، وانا كنت وريتك الاسبوع اللي فات ازاي، او قبل اللي فات يعني، ازاي تقرا من داتابيس، ازاي اخرج حاجه من الداتابيس وادخلها في سي شارب. ايه الكوماند الاس كيو ال اللي كان بيخرج حاجه من الداتابيس يحطها في سي شارب؟ مين يقول لي؟ سيلكت. بيرفكت. سيلكت كانت بتختار المحتوى بتاعه الحاجه اللي جوه الداتابيس وتطلعها، وزي ما كنت قلت لك الاسبوع اللي فات انت ممكن تختار ايه اللي انت عايزه، ممكن تطلع كل حاجه. select star from، star بنقولها all، يبقى select all from، واكتب اسم table. في الحالة دي برجع كل حاجة، وزي ما كنت قلت لك الأسبوع اللي فات انت ممكن تحدد condition، يعني ممكن تقول select all from table where GPA أكبر من 9 مثلا أو أقل من 3 أو whatever. يعني you can، وانت بتختار وانت بتقرأ من database انت ممكن تفلتر، ودي قوة الداتابيز، ان لو انت هتقرأها من فايل انت هتقرأ المحتوى كله وتعمل كل الكونديشنز دي بعد كده في البروجرام بتاعك سي شارب. لكن وانت بتقرا من داتابيز انت ممكن تنفذ الكويري، بنسميها الكويري اللي هو السيرش، ممكن تنفذها في امر واحد. يعني ممكن تقول له سيلكت بدل ستار سيلكت نيمز كوم اي دي، يبقى انت كده هتجيب الاسامي والاي دي هات بس، فروم اي اس تي وير جي بي اي اصغر من 5 اصغر من 3. يبقى انت كده كل الطلبه اللي جي بي اي بتاعتها اقل من 3 هتجيب النيمز والاي دي بتاعهم. شفت القوه بتاعت الاس كيو ال. فده الميزه بتاعت الاس كيو ال عن الفايلز. طبعا السكيورتي والابيليتي بتاعت الداتابيس ان هي تسكيل اب، تكبر سكيلابيليتي، ده حاجات ثانيه الفايل مش هيعرف يكبره قوي. بس اهم حاجه هي الفلكسيبيليتي بتاعت الكويري، ان انا ممكن اطلب سب سيت من الداتا تجيلي. هناخد النهارده، او المفروض انتم بصيتوا على الفيديو، امر اسمه انسرت. الامر اللي اسمه insert ده بيحط جوه الايه ال database. والامر اللي اسمه insert ده بيكتب كسترينج، انا بكتب string فيها الحاجه اللي انا عايز ادخلها جوه الداتابيز وبعد كده انفذه. زي ما كنا اتكلمنا على الريد قبل كده، برضو لازم اكريت connection string، وجوه connection string فيها اسم الداتابيز واسم الملف، اهو اسم الداتابيز والملف، وبعدين بكتب ال insert statement. شايف insert، يعني اكتب جوه ال database into، وكده لما اكتب قصاد into بكتب اسم ال table اللي انا هكتب فيه. انا هنا عايز اكتب جوه table اللي اسمه student، sorry اسمه AST، وبعدين ابتدي احط between brackets any columns، any خانات جوه ال table هخزن فيها قيم. ممكن اختار كلهم، ممكن اختار subset، انا هنا مختار subset. لو انتوا فاكرين كان برضو في خانه في الداتابيز دي غالبا كان اسمها term او حاجه زي كده، انا مش حاططها هنا، حاطط ثلاث حاجات بس اللي هو student name، student ID والجي بي اي. دول الكولمز، اسامي الكولم، التايتل بتاع الكولمز الموجوده جوه التيبل اللي انا عايز اكتب فيه. والاس كيو ال بعد كده بيطلب مني اكتب ده اسامي المكان اللي هكتب فيه، بعد كده بكتب القيم اللي هتتكتب، القيم نفسها اللي انا عايز احطها جوه فين؟ جوه الداتابيز، فبكتب قصادها values وبعد كده اكتب القيم هنا. خلي بالك زي ما انا قلت لك ان ال SQL ده string، يعني لازم القيم اللي انا حاططها هنا تتحول الى string. في طريقتين تعملوا الكلام ده، الطريقه الاولى انا حاططها لك قصادك، انت بتيجي تكتب place holder زي فاكر اللي موجود في C، ال place holder اللي كان موجود في C كنا بنكتبه ازاي؟ اللي بيحفظ المكان بتاع الحاجه اللي هتتكتب او تتقري. شباب يا معلش، كنت بقول البليس هولدر اللي كان بيحفظ المكان بتاعت حاجه في سي كان بيكتب ازاي؟ سامعيني يا شباب؟ جايز برسنتج والتايب سبيسيفاير. بيرفكت. برسنتج وتايب سبيسيفاير، وبرسنتج دي، برسنتج S، percentage C، ده كان ال placeholder الموجود في C sharp.
لما يجي يتعامل في سي ان اس مش في سي شارب، لما يجي يتعامل مع داتابيز عشان اقول ان ده بليس هولدر، انا بكتب ات، علامه الات اللي انت شايفها دي بتاعه الميل دي، وقصادها اي اسم. ممكن كنت اكتب هنا اكس وهنا واي وهنا زد، اي اسم. كل حاجه قصادها ات هتبقى بليس هولدر في الاس كيو ال. يعني ايه بليس هولدر في الاس كيو ال؟ مكان هيتشال ويتحط مكانه قيمه، هيتبدل مكانه قيمه اللي انا هتعامل معاها. طيب اهو ده الشكل بتاعي. انا عندي هنا ثلاثه بليس هولدرز. اول واحده اللي هي فيرست فاليو تتحط في اول كولم اللي هو ستودنت نيم بالترتيب، وتاني واحده تتحط في تاني كولم، واخر واحده تتحط في اخر كولم. This is one way to do it. بس لو انا هعمل بالطريقه دي، لازم بعدين في الكود بتاعي اشيل البليس هولدر ده واقوم حاطط مكانه ايه؟ حاطط مكانه القيمه اللي انا عايز احطها. Another way، انا زي ما قلت لك ده string، كنت ممكن concatenate القيم بتاعتك. يعني كنت هتكتب هنا insert into AST زي ما احنا كاتبين فوق student name student ID values البراكت اللي انت عايزها. بعدين شوف الحتة دي، تقفل البراكت، يبقى انت كده قفلت string الاولاني ده، وكده تعمل plus text box 1.txt. كده بتعمل ايه؟ بتconcatenate على الجزء الاولاني من string القيمة اللي جوه text box ده. طيب ليه بكونكاتينيت؟ عشان زي ما قلت لك قبل كده في الاخر، ال SQL نفسه لازم يبقى string. فلو كان القيمه اللي جوه التكست بوكس اصلا رقم، انا عايز احولها لسترينج. واللي بيعمل عمليه التحويله دي الكونكاتينيشن. او طريقه ثانيه، ايه الحاجه غير الكونكاتينيشن اللي تحولها لي لسترينج؟ فانكشن اسمها ايه؟ بتاعت تو سترينج. تو سترينج، بيرفكت. فانا هنا you could do this، you could do plus، وبعدين تقوم فاتح ها brackets او quotations عشان تفتح string تاني. طب الجزء بتاع string التاني ده هيبقى ايه؟ هيبقى فيه comma، صح؟ اللي هي comma اللي فوق دي، انتوا شايفين comma اللي فوق دي موجود، ده لازم يظهر في string. بعدين اكتب ايه تاني؟ قولوا لي بقى اكتب ايه تاني بعد كده. او ده string تاني في comma هيتلزق، وبعدين هحط ايه تاني وراه؟ concatenated تاني text box. perfect. plus. حد تاني فاهم اللي انا بقوله يا جماعة؟ ولا ابراهيم بس؟ the text box too. okay انا هختار. مصطفى. مصطفى. اوبا مصطفى. نعم يا دكتور. ايوه انا موجود. قول لي اعمل ايه بقى؟ اهو عملت concatenate اهو text box 2.txt. كمل لي الكوماند، انا همسح دي، عايزك تكمل لي الكوماند. اعمل ايه بعد كده؟ لو انا عايز concatenate الحاجات، يعني عايز اخلق string شبه اللي فوق بالconcatenation، اعمل ايه؟ اخلق string شبه، انا زعلان. فين البليس هولدر بتاعهم بتاع الحاجات اللي فوق؟ You could do it the place holders. انا بقول لك there are two ways to do this. طيب بص، يمكن انا ما شرحتش دي كويس. string 2 او ال string get. بص هوريك هنا دلوقتي عشان بس بعرف انا عايز اعمل ايه. انا عايز اكتب دي insert into AST اللي هو student name، هستأذنك اسميه XYZ عشان ما اضيعش وقتي. values 5 مثلا، او مثلا احمد. كما مثلا student ID تبقى كده، و GPA مثلا 3.9. ده اللي انا عايز اعمله. اوكي انا عايز create string ده، شايف string ده؟ عايز create ده اللي عايز اخلقه، وبعد ما اخلقه هبعته للداتابيز، هيقوم متنفذ في الداتابيز. بس الاول عايز انشأه، اعمل له creation كstring. قلت لك ان في طريقه الاولى، الطريقه الاولى اللي انا كاتبها لك بالplace holder، او شايف كتبت insert into AST values. بس لما انت تكتب كده، لازم بعد كده في الكود، في حتة تانية في الكود، هتجيب ال place values place holders دول وتشيلهم. في المثال ده اللي انا كتبته فوق هنا، المفروض هتشيل first value وتحط مكانه مين؟ percentage the C. يعني ايه القيمة في المثال ده؟ احمد اللي هو الستريم.
والسترينج والتاني هتحط مكانه الرقم ده والتالت هتحط مكانه ده بس ده هتتكتب في الكود بعدين تمام ده لو انت هتستخدم الطريقه دي انا بحب استخدم الطريقه دي عشان انا حاسسها ان هي بتبقى واضحه اكتر ده رايي بس انت لو مش عايز كده بلاش تعمل كده وقلت لك الطريقه الثانيه ان انت تكريت السترينج لكل السترينج اللي فوقاني ده انت ممكن تكريته كله على بعضه لوكشه واحده بدون بليس هولدر ولا اي حاجه بمجموعه كونكاتينيت تقوم لازق 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 حاجات على بعضها فتكريت السترينج ده اوكي وده اللي انا كنت بكتبه في الكومنت ده كتبته كومنت ليه عشان هو مش هيتنفس انا ده بدال دي instead of دي اوكي طيب اهو بكتب insert into AST اسامي columns values وبدال ما احط place holder بدال ما احط place holders هنا انا هconcatenate على بعض شويه حاجات such that القيم اللي فوق اللي عندي دي تيجي فاول حاجه عملت له concatenate ال text box 1 شايف ال text box 1 لزقت عند البراكتس ما هو البراكتس دي لغايه البراكت دي لغايه البراكت اللي هنا ده كله ده كان string صح ايوه فانا قفلته اهو وعملت له بلس ده بلس ده ده هنا عمليه الكونكاتينيشن هتاخد المحتوى الموجود في تكست بوكس 1 وتقوم ملزقاها صح ولا غلطان طيب لما انا هنلزقها دلوقتي في المثال اللي فوق ده ايه اللي هيتلزق في المثال اللي انا حاطه احمد برافو عليك احمد طيب بعد لما اكتب احمد انا محتاج الزق ايه في السترينج تاني الارقام بقى اللي جنبيه قبل الارقام المفروض انا عايز انزل على التكست بوكس اللي تحته طب بص انا اعملها لك هايلايت قبل الارقام لازم الزق ايه في السترينج كوما فعشان كده انا جيت بعدها اوكي عملت بلس كوما بتوين كوتيشنز عشان بعد احمد قوم لازق ايه كوما بعد لا قوم لازق المفروض بس انا هلزق يعني هلزق كوما جنب احمد فوق المفروض في التكست بوكس على طول وراها بس ده مش في التكست بوكس ده انت بتلزقها في سترينج فهمت السترينج ده فيه من اول ايه من اول حرف في الايه يعتبر لحد الكوم من اول انسرت من اول انسرت من اول هنا شايف دي دي كلها هتكريت سترينج واحد السترينج في الواحد في الاخر هيبقى شكله زي دي تمام اوكي مفهومه دي ولا لا تمام ماشي حلو عشان كده انا جيت هنا رحت عملت له كونكاتينيت للكوما وبعد كده عملت له بلس يعني كونكاتينيت للتكست بوكس 2 اللي هو المفروض الاي دي وبعدين كونكاتينيت ايه بقى تاني الجي بي اي قبل الجي بي اي الكوما بعد كده الجي بي اي حبيبي يبقى انا هعمل بلس حط كوما بتوين ده بعد كده بلس تكست بوكس اهو box 3.txt اوكي حد غير بقى مصطفى رؤى 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 مع حضرتك سوري اوكي عايز اكون كونكاتينيت عايز اعمل السترنج اللي فوق حطيت الجي بي اي اهو زي ما مصطفى قال عملت له كونكاتينيت فالسترنج اتحط احط ايه بقى بعد كده في اخر السترنج عشان اكريت الشكل ده هيبقى تكست في حاجه ناقصه هو حضرتك في حاجه ناقصه هو حضرتك عمل تكست تكست بوكس 1 و 2 و 3 اللي هما الاسم والاي دي والجي بي اي يس انا أيوه. انا خلصت لغايه هنا تمام لغايه هنا ايه اللي ناقص البراكت براكت فاون بلس اهو بتوين كوتيشنز البراكت كده you have created the string okay اللي انا عايز افهمها لكم انتوا ممكن تعملوا اللي فوق اللي هي بالبليس هولدرز او دي انا بفضل البليس هولدرز بشوفها انضف بدل ما افضل اعمل بلس 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 you don't have to do this انت تكتب الطريقه اللي تعجبك اللي انت فاهمها اوكي كده we have created the sql statement زي ما اتفقنا احنا نشأنا ال sql statement في string دلوقتي عندي كود اسمه strsql string ده اهو جواه الانسرت ستيتمنت جواه الشكل اللي فوق ده اللي هبعته للداتابيز بس انا لسه ما بعتوش وبعدين زي ما كنا قلنا برده في عمليه الريد انا بكريت oldb connection اهو بدلها الكونكشن string اللي هو فيها اسم الفايل اللي انا عايزه افتح الكونكشن عملت له open وبعد لو عملت له open
بكريت كوماند OLDB كوماند برضو عملناها قبل كده. ببعت له SQL كوماند اللي هو الأمر اللي أنا لسه عملته دلوقتي معاكم، اللي أنا عمال أعمله الكونكاتينيت ده، ده الأمر، ده الأمر SQL statement اللي عايز أنفذه، واربطه مع الكونكشن، بربطه مع الملف بتاع الداتابيز الموجود، خلاص. وبعدين بعد لما كريت الكوماند ادي السينتاكس بتاعت ان انا اشيل البليس هولدر واحط القيمه بتاعته، شايف؟ بكتب كوماند دوت بارامترز دوت اد وذ فاليو اسم البليس هولدر والقيمه اللي هتحطها. انا شايف ان دي انا شخصيا شايف ان دي اسهل في الريدنج، لكن لو انت عايز تعمله كله كونكاتينيت مع بعض هي صح مليون في الميه صح، ما فيهاش ولا نقطه غلط. Do whatever you like. وبعدين في الاخر خالص بقول له كوماند دوت اكسكيوت نون كويري. اوكي، نون كويري اشمعنى نون كويري؟ ليه ما عملتش زي المره اللي فاتت وعملت ريدر؟ عشان انا مش عايز اقرا حاجه، انا عايز اكتب في الداتابيز. لو انتوا فاكرين كده استنى اوريكم عشان برضو تبقوا عارفين الدنيا شكلها ايه. اللود اهو، اللود لو انتوا كنتوا شايفين بعد لما بكريت الكوماند كنت بكريت ريدر واكسكيوت الريدر يرجع لي القيم، وامشي بعد كده على القيم اللي موجوده عندي جوه الريدر ده اهي، كنت بمشي عليها واحده واحده بوايل لوب عشان اعرضها على الشاشه او احطها في الـ في الـ في الـ في الميموري يعني. لكن وانت بتعمل اد انت مش انت 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 مش هتقرا حاجه، مش محتاج تعمل ريدر، اكسكيوت على طول، اكسكيوت نون كويري. نون كويري زي ما قلت لك قبل كده يعني سيرش، نون كويري يعني ده مش سيرش، انا مش بدور على حاجه، نفذ على طول. اوكي، تعالوا نشوف الكود ده نرنه. فاهمينها ولا لا يا شباب؟ في حد مش فاهم؟ انا هفترض سكوت علامه الرضا. ماشي، نرن الكود. نرن الكود ربنا يسهل له. طيب انا شكلي كده هضطر اعمل له ستوب بس اهلا وسهلا. طيب خليه هيستارت ان شاء الله. على ما يستارت عشان اكسب وقت، انتوا عندكم اي سؤال على اي حاجه في الفاينلز ان جنرال، مش في الماده دي بس؟ يعني في مش لسه الدكاتره ما حددوش هم يعملوا ايه بالظبط بقيه الدكاتره. اوكي، انا ممكن اقول لك برضو حاجه نوت فاينل، بس في اغلبيه المواد هتبقى ليميتد تايم تيك هوم اكزام، بمعنى ان هو هيبقى امتحان هياخد يعني هياخد انا هعمل لود واكلمك هياخد وقت مش طويل، ممكن 3 ساعات 4 ساعات بس مش هيبقى اسايمنت او حاجه تاخد يوم او اتنين، عشان لو كانت اسايمنت حاجه تاخد يوم اتنين لازم امتحان يبقى صعب. فمش احنا مش عايزين نعمل كده، احنا تبقى الحاجه ممكن تاخد بدل 2 ساعة مثلا تاخد 3 ساعات او 4 ساعات. وهنظبط نفسنا برضو، ده بيني وبينك، ان الامتحان نفسه ياخد اقل من كده بكتير عشان تقدروا تبقى عندكم وقت تابلود لو في حاجه. فهمت. ماشي يا جماعه، هو عملت لود، تعال نشوف بس اهو بيتحمل. انا عملت اوردر لجهاز جديد على فكره ولسه ما وصلليش من سوق، معلش بقى انا اسف. اهو ان شاء الله هيحمل، ربنا يديله الصحه ويحمل. اهو حمل الحمد لله، شفتوا اهو نيكست اللي احنا كنا عملناها الاسبوع اللي فات. تعالوا نشوف بقى، احنا عايزين نضيف حاجه جديده، احنا دلوقتي هنعمل اد للداتابيز، فتعالوا نضيف مع بعض طالب جديد نسميه ايه مثلا؟ نسميه ابراهيم. يلا ابراهيم معانا اهو، فنكتب اهو اسمه ونحط الاي دي بتاعه اهو، والجي بي اي بتاع ابراهيم كويس، نخلي الجي بي اي بتاعه 10. يلا اد،
اوكي دلوقتي لما بتدوس اد اهو شفت inserted into database. انا كتبت inserted into database عشان اليوزر يبقى عارف ايه اللي حصل. يعني دي مسج تعالوا نبص عليها اهو show message box show inserted into database عشان اليوزر يعرف ان ايه الحاجه اتكتبت. طيب تعالوا نشوف مع بعض انا كنت ناسي الفايل حطيته فين. فتعالوا نبص مع بعض الفايل موجود فين. اهو موجود في الدايركتوري ده. تعال نجيبه عشان نشوف. صح انا استقبلت الفايل لرؤى ثانك يو. بس تعالوا نشوف مع بعض دلوقتي هو كانت فين. كانت في documents على طول وتست اللي هي دي. هنفتحها هتلاقوا مفروض لما نفتح الداتابيز دلوقتي مفروض هيتضاف فيها ابراهيم. اوكي فدي الحتة بتاعت writing to databases. هيفتح ان شاء الله. طيب تعالوا نتكلم شوية على الاسايمنت اللي انا هطلب منك قبل ما يفتح السوفتوير ده. ايه رأيكم نكبر شوية الابليكيشن ده ويبقى فيه two tables. اهو هيفتح ان شاء الله. يبقى فيه table للstudents وtable للfaculty. ايه رايكم؟ ونبقى الابلكيشن بتاعتنا بنخزن اسامي الدكاتره والطلبه كلهم الموجودين في الاكاديميه. وبعد كده ممكن اطلب منكم ابلكيشنز معين او فانكشنز معينه. دور لي بقى على الطلبه كلهم من الجي بي اي بتاعهم اقل من حاجه. او دور لي بقى على كل الدكاتره اللي مثلا بتدرس كورس معين. ايه رايكم ممكن نعمل حاجه زي كده تقدمها لنا الاسبوع الجاي؟ تمام يا دكتور. بيرفكت. اهو ابراهيم شايفين اهو ده اللي لسه ضايفينه. احنا كنا ضفنا قبل كده فون نمبر حطيناه هنا خانه زي ما قلت لك تعمل كليك تو اد بتضيف خانه ثانيه على طول في الداتابيز. بس انا مش ما بيتحطش فيه قيم عشان لو انت شفت الكود بتاعي انا كتبت insert into AST student name student ID و GPA ما حطتش فون. انت ممكن تحط يعني اللي بيتحط الجزء بتاع او الكولمز الموجودة في التابل بس اللي انت بتجيب سيرتها مش كل الكولمز الموجودة في التابل اللي انت عايز بس تكتبها. اوكي ادي الطريقة اللي بنستخدمها عشان نعمل insert جوه الداتابيز. تعالوا نعمل حاجة تانية دلوقتي. تعالوا نكريت كويري. الكويري دي هتختار ان هنعمل سيرتش على حاجة مثلا فور اكزامبل باي جي بي اي. هنسيرتش على الطلبة الجي بي اي بتاعها اكتر من حاجة معينة عشان بس لما تيجي تعمل البروجكت بتاعك تعرف تعمل. فتعالى تعالى نكريت انترفيس حلو شوية. اللي انا عايز اعمله هنا ان انا هكريت زرار اهو اسمه سيرتش. الزرار اللي اسمه search ده لما هكليك عليه هيطلع لي فورم تانية. في الفورم التانية دي هتبقى عندي الإمكانية إن أنا أكتب الـ GPA اللي عايز أدور عليه. ثانية واحدة. فين فيو؟ أهي فيو. تول بوكس. نحط button. انتوا كمان برضو قولوا لي وانا بشتغل انتوا ايه رايكم في تجربه الاي ليرنينج دي؟ لو احتاجنا نكمل في السمر او في الترم العادي بعد شهر يعني ان شاء الله الدنيا تبقى احسن. بس لو احتاجنا is it a good experiment ولا فيها مشاكل؟ انا شايفها كويسه بصراحه. في كل الكورسات؟ لا مش كل الكورسات. طيب بدون ذكر اسامي ولا ذكر حاجه هي ايه كورسات؟ لا لا هي في كورسز ما تنفعش تتاخد اي ليرنينج شويه يعني زي بيبقى الموضوع زي مثلا انا الكمبيوتر اركتكتشر بالنسبه لي عامله مشكله كبيره قوي في حته ان هي تتاخد اي ليرنينج. يعني الموضوع مش يعني مثلا البروجرامينج ماشي بروجرامينج يوم يعني ما تبقى في مشكله بيبقى في يوتيوب بيبقى في كذا بنتصرف. لكن الكمبيوتر اركتكتشر لا يعني الدنيا اصعب شويه في من ناحيه اي ليرنينج الموضوع مش واضح قوي يعني. بس اركتكتشر ولا في حاجات تانية؟
ده لا دي بالنسبه لي يعتبر دي يعني ككورس في مشكله، لكن حاجات تانية بصراحه لا مش قادر احكم قوي على حاجات تانية يعني. بقيت طب بتاخد ماس او فيزيكس او كده؟ اه ماس فور لا باخده لا كويس يعني ماس ظابطين فيه. حلو. طب هو ماس فور بيعمل ايه الدكتور؟ بيشرح على ورق ولا بيشرح على تابلت؟ لا بيشرح على سكرين شيرنج عادي. اه وبيبقى حاطط قدامه الماتيريال كلها بيشرحها كلها بالتفصيل، وبعد كده بيقوم نازل سيكشنز على اللي شرحه كله باثنين معيدين مختلفين حالين كل المسائل التريا بتاعت اللي موجوده مثلا سي على الليكتشر اللي احنا خدناها. حلو قوي. وبعدين حتى اسلوب الامتحان كمان كويس مش وحش يعني، اسلوب الامتحان بيغطي اللي هو عايزه والتايم بيبقى عامله بحيث ان ما يبقاش فيه تشيتنج او كده او اي حاجه خالص. لا يعني بيبقى عامل مثلا امتحان على جوجل فورم بطريقه كويسه وفي وقت كويس ان هو يقدر يمتحن. ممكن ساعات الوقت يبقى اقل شويه من كميه الاسئله يعني، في مثلا امتحان 12 كان الاسئله كتيره قوي وصعبه قوي بالنسبه للوقت، كان الوقت ساعه وكان الامتحان كان صعب يعني كان كتير كان طويل. بس يعني ساعات برضه بتفرق شويه، بس النقطه ان هي مفيش استابيليتي يعني. مثلا لما حاطط امتحان اه ماشي انت بتمتحني مثلا سي دبل وتريبل انتجريشن، بس الاسئله بتاعت دبل تريبل دول تحتاج وقت طويل قوي في حلهم، وهو مثلا حاطط اربع اسئله منهم والامتحان كله في ساعه. يعني هي مشكلة وقت بس الشرح مفهوم. لا الشرح كان مفهوم بصراحة. طيب. الشرح كان مفهوم كويس قوي. في مواد الشرح بتاعها بتبقاش مفهوم اونلاين؟ اه انا من مواد الهاردوير تقريبا. مواد الهاردوير بالظبط. الهاردوير محتاجة تبقى في كبروجرامينج سيرش كيم تبقى هنا اونلاين اسهل اساسا. اوكي. الدكتور يمسك بوردة قدامنا بنعمل كومباين على طول. اوكي. يعني مواد الهاردوير انتوا خدتوا مواد هاردوير كتير الترم ده ولا هو بس اركتكتشر؟ انا بالنسبه لي اركتكتشر. ما بالنسبه لي اركتكتشر بس حتى الترمات اللي قبليها يعني كانت باينه يعني ما اظنش تفرق قوي. طيب ماشي عشان احنا في احتمال يا جماعه بس عشان اكلمكم بمنتهى الصراحه ان المرض ده هيفضل قاعد ممكن لغايه الترم الجاي واحنا انا بين حيره دلوقتي واحنا بنخطط ننزل الناس ونرسك حد يعيا وبعدين نقفل تاني ولا نكمل جزء من المحاضرات اونلاين وجزء من المحاضرات بس تروح ساتشات عدد طلبة في المبنى يبقى قليل فمحدش يعدي التاني. مش يعني هي لسه بنحاول نفكر فيها فانا قلت اخد رايكم. اظن فرصات معينه للاستعمال في الجامعه وخلاص والحاجات اللي بتستعمل اونلاين بس يعني نختار مثلا الكورسات اللي هي لازم تاخدوها في الجامعه تاخدوها في الجامعه وباقي اونلاين. فكره حلوه ماشي. طب لو تقدروا تدوني فيدباك يعني على الواتساب حتى على البرايفت ايه الكورسات اللي انتوا شايفينها تنفع اونلاين وايه الكورسات انتوا شايفينها ما تنفعش اونلاين من تجربتكم يعني انتوا جربتوا. ولو حد من اصحابكم برضو انا هبقى هطلب من الناس كلها على فيسبوك تبعت لي، بس لو انتوا برضو تعرفوا حد من اصحابكم انا مش عارف اوصل له من الفيدباك بتاعكم. سيبك بقى من الامتحانات، ممكن تدوني كومنتس على الامتحانات نحندلها بعدين، بس في الشرح ايه اللي نفع اونلاين وايه اللي ما ينفعش اونلاين في الشرح عشان نعرف نختار. اوكي طيب بيرفكت ماشي يا شباب. انا دلوقتي تعالوا نعمل مع بعض الفانكشناليتي بتاعه السيرش. انا هدوس على الكود بتاع السيرش ده، ولما ادوس على الكود بتاع السيرش ده انا عايز ادور مثلا على طلبه بجي بي اي معينه. تعالى دلوقتي بس عشان نخلص الكود اللي عليا، بس هطلب منك في الاساينمنت حاجه اصعب من كده، ان احنا هندور على الناس الجي بي اي بتاعتها فوق الاثنين مثلا. بس انا ممكن اطلب منك في الاساينمنت، هستاذنك انت لما تدوس على سيرش يطلع منيو تاني يعني يطلع فورم تانيه. تعرفوا تعملوا فورم تاني يطلع سكشن؟ خدتوها في السكشن صح؟ اه تمام. حلو قوي. يبقى لما ندوس على سيرش يطلع لكم فورم تاني. لما يطلع لكم الفورم التاني تكتبوا مثلا الحاجات اللي هتدوروا عليها، مثلا جي بي يكون اقل من كذا او اكبر من كذا، وتدوس سيرش. لكن دلوقتي عشان فاضل لي وقت قليل في المحاضره انا هدوس سيرش يدور على طول. اوكي يلا بينا نشوف مع بعض ازاي ممكن نعمل سيرش في الداتابيز. دي بقى اللي بتخلي الداتابيز ابلكيشنز ماتش سترونجر عن الفايلز. اوكي تعالوا نشوف ازاي ممكن نعملها. اوكي يا شباب ادي اول حاجه انا هكريت كويري دلوقتي. يعني انا كده دلوقتي وانا بقرا من الداتابيز انا هعمل كويري يعني هاكسكيوت سيرش اهو. استاذنك
فانا هنقل الحاجات اللي موجوده عندي هنا اهي، هنقل الحاجات الموجوده، هتلاقيها نفسها بتاعه اللود، هي تقريبا بتاعه اللود بالنص صح. الفرق الوحيد، انا اسف ثانيه واحده هفضل اقفل الكود بس عشان اعرف اوقف لغايه فين اهو. ده يبقى ده الكود بتاعي اللي هيتنقل، هيتعمل له كوبي اهو، ده الوايل لوب ده واهو كده اوكي. ده الكود اللي هيتعمل له كوبي وده اللي هيتحط لي هنا مع اختلاف حاجه واحده. مين يقول لي دلوقتي انا اللي عايز اغير او عايز ادور على الناس اللي الجي بي اي بتاعتها اكتر من 2، ايه اللي هيتغير هنا؟ انا قلتها وانا بشرح فانا عايز اجرب. ها برافو عليك، اكبر من 2 بيرفكت، وير جي بي اي اكبر من 2. That's it, you're done. ال SQL دي لما تروح للديتابيز انت كده هتختار طلبه الاباب 2. هستاذنك عشان انا دلوقتي في الانترفيس اللي انا عامله ده انا عايز اعرض دول بس، الطلبه دول بس، يعني لما اعمل next to previous عايز اعرض الطلبه دول بس، فانا هجيب اللينك ليست اللي موجوده عندي اللي اسمها ماي ليست وافضيها. ليه افضيها؟ عشان تتخزن فيها فقط او ماي ليست، ماي ليست اهو، يتخزن فيها بس الطلبه ان الجي بي اي بتاعتهم ايه above her above 2 اهو. My list dot أظن اسمها empty، لا يبقى clear صح، clear اهي. دي بتعمل ايه يا شباب؟ بتفضي اللينك ليست. This I'm very sorry about the speed بتاع اللابتوب ده. This clears the data the link list of all data. الهدف بتاع clearing بتاع اللينك ليست من كل الداتا ان الميموري اللي هي اللينك ليست موجوده في الذاكره اوريدي فيها كذا حاجه، يعني فيها قيم ثانيه اصلا، فلازم افضيها الاول عشان اللي يبقى فيها بس الجي بي اي بتاعه above 2، عشان لما اجي اعمل next to previous، لما اجي اعمل next to previous دول بس اللي يطلعوا. تعال نبص عليها مع بعض، نعمل لها run وcompile تاني. Okay. هيبدأ دلوقتي إن شاء الله. أهو. نجي أعمل search. طبعاً كنا المفروض أنا آسف كنا المفروض نطلع هنا في الآخر إن search تم عشان تعرفوا تعملوا previous و next. أهو فين ال while؟ فين ال while؟ أهو ال while. أهو هنا معلش كنا المفروض أعمل message box. ليه بعمل دي يا جماعة؟ ليه بعمل دي؟ ها؟ عشان أوري اليوزر إنه الإيفنت اتعمل. Exactly، عشان أبتدي أقدر أشتغل باك وفورد. على فكرة برضه هو هيظهر لي لما أنت تخلص تكتب سيرش دان، هو هيظهر لي قبل ما يطلع سيرش دان، يعني هيظهر لي أول قيمة، أول elements ينطبق عليها الشرط ده على الشاشة. لو انتوا كنتوا فاكرين احنا كنا عاملينها الاسبوع اللي فات او قبل اللي فات، يعني في الحته اللي اسمها first time هنا، فهو بالاضافه للمسج ده هيطلع لك قيمه بتاعه اول value الجي بي اي بتاعه فوق الاثنين في التكست بوكسز. يلا بينا. انا اهو المره دي عشان عملنا كومبايل فهتبقى اسرع اهو. سيرش بيدور يجيب من database. It's much faster على فكرة في الاكسكيوشن اللي انتوا شايفينه قصادكم، يعني لو حد جرب عنده في البيت ال database المفروض أسرع من كده بكتير. اوكي وبس عشان الجهاز ده قديم شوية. فهو المفروض أهو search done. دلوقتي لو عملنا next هتلاقي كل ال GPA هات اللي بتطلع لك، كل ال GPAs اللي موجود عندك هنا above 2 كلها. كل ال GPAs هنا above 2. اوكي. هو بيجيب لك بس
القيم اللي انت عايزها. بالطريقة دي احنا ممكن نستخدم ال SQL statement عشان نسيرش على الحاجة اللي احنا عايزينها. هستأذنك دلوقتي، انا هرسم لك على الشاشة شكل الانترفيس اللي انا عايزه في الاسايمنت اللي جاي، عشان ده اللي هيبقى عليه 10 درجات بتاعت اعمال السنة بتاعتنا. اهو انا عايز الاتي، انا عايز يجي لي كده اوكي. معلش يا جماعه السرعه، انا اسف تاني. اوكي تعال نشوف دي سكراتش سكرين. ادي الشكل الانترفيس اللي احنا عايزينه. انا عايز يكون عندي في الانترفيس بتاعي، معلش يا جماعة، اوكي هبعتها لكم. مش البتاع ده مش شغال. هبعتها لكم في الاسايمنت، هرسمها لكم وابعتها لكم في الاسايمنت. بس الاسايمنت الجاي اللي انا عايزه هيبقى عندنا two tables في الداتابيز، التيبل الاولاني بتاع student، التيبل الثاني بتاع faculty members. هطلب منكم يبقى fields معينه موجوده فيها واقدر احملها وسيبها، load وسيب، select وانسرت. وهطلب منك بعد كده بعض الكويريز، بعض الحاجات اللي انا عايز ادور عليها بكريتيريا معينه، دكاتره باسم معين او ب سالري معينه او ستودنتس بجي بي اي معينه. بس هستاذنك هتعملها زي ما انت اتفقنا مع بعض، هتعملها في السكشن اللي عملتوها في السكشن اللي هي ايه، اللي هو انت هتدوس على سيرش يطلع لك فورم ثانيه، جوه الفورم الثانيه تكتب البارامترز اللي انت عايزها، تدوس سيرش تدور لي عليها. اوكي شباب ماشي. انا هقفل المحاضره دي على كده. الاسبوع الجاي تحبوا ندخل في سوكت بروجرامنج بسيطا، مش هطول، بس ازاي تشوفوا ازاي تعملوا كلاينت سيرفر ابلكيشن يكلموا بعض على النتورك. اوكي ولا مش اوكي بالنسبه لكم؟ تمام تمام بيرفكت. خلاص يبقى خلينا الاسبوع الجاي ناخد البدايه بتاعه كلاينت سيرفر ابلكيشن، وبعدين لو عايزين نكملوا في الاسبوع ال 15 برضو بقيتها، او ريفيجن زي ما انتم عايزين. يعني هو دكتور اسماعيل بيقول ريفيجن، فانتوا لو عايزين ريفيجن هنريفايز، لو عايزين اكمل شويه نكمل. بس كده كده اي حاجه تتقال في الاسبوع ال 15 مش هتدخل في الفاينل باي شكل. اوكي هو الفاينلز هتبقى امتى بالظبط؟ هتبقى ستارتنج اسبوع 16. يعني احنا الاسبوع العيد، بعد العيد هيبقى اسبوع ال 15، الاسبوع اللي وراه على طول ده فاينلز. بس الفاينلز بتاعتنا هتتغير شويه. ليه؟ ان زي ما قلت لك الامتحان مش هيبقى ساعتين، ممكن ثلاث ساعات اربع ساعات، فالجدول هيتغير. يعني ممكن نشفت المواعيد بتاعتها. بس في حد عنده كونفليكت في الجداول بتاعتنا؟ احنا ما نعرفش لحد دلوقتي. انتوا مش عندكم الجداول بتاعت الفاينل العاديه بتاعت قبل ما الكورونا تيجي؟ لا دي القديمه، لا ما عنديش كونفليكت. ان شاء الله هتبقى زي، يعني المواعيد، يعني مش هنغير المواد، انا هنوسع الوقت بتاعه. يعني مثلا بدل ما تبدا الساعه 9 وتخلص الساعه مثلا 11، لا مثلا ممكن نقول الامتحان الساعه 8 مثلا لغايه الساعه 2، بعد كده الامتحان التاني. انا بفتي دلوقتي في المواعيد، والامتحان التاني مثلا من الساعه 3 للساعه 5، فاهمني؟ عشان يبقى عندك وقت واسع عشان ما يحصلش مشكله في الانترنت. اوكي تمام. اي سؤال تاني قبل ما اقفل قولوا لي لو في اي حاجه في اي مدى. انا بالنسبه لي كان الاسايمنت بتاع ميموري جيم، انا بعت لحضرتك، كان حصلت مشكله في مش عارف كان ايرور طالع وقفني عن الشغل، بعته لحضرتك في الفايل بتاع الاسايمنت اللي انا سلمته على المودل، كان عملت سكرين شوت الايرور مسج اللي طلعت عشان ما فهمتش اعمل ايه. كانت ان هي تقريبا كانت ستاك اوفر فلو، فكان الجهاز مش عايز يشتغل، مش عايز يعمل. انا كان يبقى في فانكشن بتنادي نفسها او طلعت بره لو ستاك اوفر فلو، فانكشن بتنادي نفسها. انت عامل ريكيرجن؟
لا مش عامل ريكيرجن، انا كل اللي وقفت عليه ان انا كنت بعمل بوتن كليك، لما يدوس على البوتن يطلع له الحاجه اللي كانت مكتوبه، بحيث لما مثلا هو المفروض ان كل حاجه مختفيه، فاول ما يدوس على البوتن يطلع له اللي كان موجود. وقفت عن دي لقيت بعد كده ان هو مديني الايرور، بعت حياتك سكرين شوت بالايرور اللي كان. طيب خليني اشوف خليني اشوف. طيب اي سؤال تاني في اي حاجه؟ اه سؤال معلش يا دكتور. اتفضل عبد الرحمن. انا دلوقتي لو في ماده عايز اعملها باسور فيل قبل الفاينلز، تمشي بقى ازاي يعني؟ المفروض على يوم 20 اللي جاي ده هتدخل على الستودنت بورتال بتاعك، الحته اللي بتبص عليها الدرجات، لما تيجي تبص على الدرجات بتهيالي او هتبقى ستودنت بورتال لسه ما قالوليش فين بالظبط، هتلاقي هيطلع لك بوب اب منيو. في البوب اب منيو ده هيطلع لك تشوز الماده دي باس فيل ولا جريد. هتختار pass fail. اول لما تختار pass fail اتحولت تماما. هستأذنك بس حاجة عشان انت عارف ان اول لما بيبقى في software بيتعمل احنا كلنا programmers ممكن يبقى في bug، فهستأذنك بعد لما تعمل choice بتاعك وتدوس submit خد screen shot. طيب تمام، عشان بس ما حدش يجي يقول لك انت لا ما عملتهاش pass fail. خلاص تمام ماشي. اي سؤال تاني؟ لا شكرا دكتور. شكرا يا جماعه. خلاص هقفل المحاضره كده، وان شاء الله الاسبوع الجاي نكمل على سوكت بروجرامنج. اللي فيكم عايز يبص قبلها عشان تعرفوا وتبقوا جاهزين في المحاضره. رؤى عندك سؤال؟ كنت ممكن اكلم بس حضرتك على البرايفت دلوقتي، اقول لك على ايشو كده معانا. طيب واتساب؟ اه خلاص ماشي ماشي رؤى ماشي اوكي. ثانك يو ثانك يو. مع السلامه.